والله يدير تاوي للخير وديو ضاع القمح مع الشعير أمي بقى في الفلاح الفقير أبو وبنادم يتوب ويدير الخير ودي دنيا ما دايماش العمر قصير أمي وانسعى وربي الكريم الحي وعنده منين هو اللي كايحس بالمسكين والفلاح يبكي الدمعة من العين والدرويش عايش حزين وراها تبدلت السنين المعيشة غلات يا مسكين والفقير يبكي الدمعة من العين ما يخدم شي في الشهر حتى يومين وما يلحق لا زيت لا سكر ولا طحين ابوي تكاريه مع الجيران عايش حزين والوليدات المصروف ديالهم يجيبوا منين واللحم والخضرة الزينة يشوفها غاب العين الله يكون في عوان المسكين هذا هو الواقع الشين والشباب أحبابي كلهم ضايعين بالشواهد ديالهم وفي الزناقي راهم جالسين وكيدير يتزوج اللي مسكين خصوا الخدمة وخصوا الدار وخصوا القينين وطلبوا ربي الكريم الحي وعنده منين يبدل الوقت القبيح بالوقت الزين أو ترجع الفرحة للمساكين كيما كان الحال احنا راحنا مسلمين أو تعيش بلادي بلاد المغرب الزين بلاد جدودي بلاد المكافحين وانطلبوا ربي الكريم الحي وعنده منين وتعود الضحكة للفلاحين ويرجع النوار والربيع للفدان الزين وحاشا ربي باش يضيع المسلمين وهذا غير امتحان وان شاء الله نخرجوا منه سالمين واخر الدعوة نقولوا امين ونهزوا يدينا كاملين مجموعين ونطلبوا ربي فرج على كل حزين وربي رحيم بعباده كاملين وهذا الكلام المراسي شويش حزين كان هديه الجمهور الزوين والمتتبعين ديالي كاملين وادريس الخياطي فنان من الفنانين والستوديو الغباشي الراجل الزين وهذه غير البداية وديما كاينين أمي.